صباح النور أحلام، تحية لك، تحية لكل من يتابعنا. نحن الآن مع فريق كبير حقيقة من الزملاء نتوزع في أروقة القمة العالمية للحكومات. نتكلم أحلام عن أكثر من عقد من الزمان هذه القمة تعقد في دانة الدنيا في إمارة دبي، حيث تعد منصة عالمية لطرح كل ما هو جديد في تطوير الحكومات، في رفعة المواطن حيثما كان. هي منصة عالمية يتم فيها طرح كل ما هو جديد، يتم فيها التعليم والتعلم أيضا. هذه القمة أحلام عنوانها الرئيسي هو استشراف المستقبل، لكن تعودنا أنه في كل دورة هناك مفتاح أو كلمة مفتاحية. في دورة هذا العام الكلمة المفتاحية هي الذكاء الاصطناعي، وخصوصا مع أثر هذا الذكاء الاصطناعي في تطوير البشرية، زاوية خاصة للمؤثرين، للإعلام، مواضيع خاصة أيضا، وجلسات عن الطاقة. أكثر من 4000 مشارك أحلام يحضر للقمة العالمية للحكومات في إمارة دبي. نحن سنكون معكم أيضا من خلال فريقنا الموجود هنا في أروقة القمة لموافاتكم بكل ما هو جديد، لوضعكم بالصورة كما لو أنكم أيضا تحضرون معنا في القمة العالمية للحكومات. إليك يا أحلام.